يشكل العثور على مكان لركن السيارة تحديا يوميا لسائقي السيارات في مدينة الدار البيضاء، وعلى الرغم من الجهود المستمرة لإنشاء مرافق حديثة للركن وتنظيم حركة المرور، يبقى السؤال مطروحا: هل شهد المواطنون تحسنا ملموسا في هذا الجانب؟ ستحط طوموبيل كيلومتر جوج كيلومتر باش تمشي تقضي غرضك، الا لقيتي بلاصه عادي، الا لقيتي بلاصه ما لقيتيش تبقى دور الدور تتعيا وتترجع، ما كاينش هادشي اللي كاين. يعني باقي الازمه؟ باقي الازمه. اي صراحه شويه بدات كتنقص شويه، حيت قبل ما كنتش كتلقى فين تباركي، دابا شويه كتلقى في هكا لي باركينغ ديال الجامعه تقريبا، هكا في النهار كتخلص واحد 15 درهم. سينون كتلقى في هكا لي باركينغ سوتيران شويه غاليين تقريبا واحد 30 ما بين 30 40 درهم في النهار، ولا كيكون هكا بحال هكا لي زيسباس ديال شي كيكون يمكن بريفي ديال الناس كتخلص تقريبا واحد 10 دراهم. في هذا السياق يعمل مجلس جماعة الدار البيضاء على تطوير شبكة متكاملة من مرائب السيارات تهدف إلى تحسين خدمات الركن والحد من الازدحام. تشمل هذه المشاريع إنشاء مرائب تحت أرضية مزودة بتقنيات ذكية لتوجيه السيارات، بالإضافة إلى مرافق فوق أرضية تعتمد على تصاميم مستدامة وصديقة للبيئة. فيما يخص إنشاء مرائب، رحنا في صدد إنجاز مرأب على مستوى شارع الجيش الملكي، مرأب كبير حيت راه كنعرفوا بان كاين تما عده فنادق وخاص مرأب في ديك الاماكن، وكذلك مرأب على مستوى شارع الروداني اللي غادي يدار حدا الحديقه العربيه لا ليغا غاب، هو مرأب اللي غادي يكون تحتي وفوقه غادي يكون مساحه خضراء، وكذلك مرأب كبير غادي يكون على مستوى المدينه القديمه. راه الكل كيعرف بان المشكل في الدار البيضاء كاين ازدحام، الناس البيضاويين كيشتكيو ما كيلقاوش فين يركنوا السيارات ديالهم، لهذا حنا غادي نفعل السياسه ديال انشاء مرائب جديده خصوصا في وسط المدينه. تعبر هذه المشاريع عن رؤية مستقبلية تهدف إلى تحويل الدار البيضاء إلى مدينة منظمة ومستدامة، مع مراعاة النمو المتزايد لعدد السكان والزوار. ومع ذلك يبقى التحدي الأبرز هو ضمان توزيع هذه المشاريع بشكل عادل على جميع أحياء ومقاطعات المدينة، بما يساهم في تحقيق التوازن المنشود وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.